معكم عبر شاشة تلفزيون لبنان ورح أكون معكم بحلقة جديدة من حلقات مأكول. هانا أهلا وسهلا فيك هدى، كيفك؟ كيف هالعبايات معي؟ منيح، هيدي شكلها مبين عراقي، مبين عراقي. هلا عراقي المنطقة الدغري، فلسطيني سوري كله بيمشي، مغربي إنه مع الدول تونسي، الدول مع عراقي، الدول مع عراقي. أول شيء البرنامج هو برعاية موتي هالبندورة التليانية يلي 100% بندورة ما فيها أي مواد حافظة، وكتير رح نستعمل منها اليوم بأكلاتنا. وكمان عنا يمامة يلي فيها المظاهر والموارد، صويا صوص وخل الأحمر وخل الأبيض وخل التفاح. اليوم عنا شو هو صنفنا؟ عنا شوربة الكينوا السوداء مع الموزات لأول مرة منسويها. شوربة الكينوا مش ضروري ناكل شوربات عادية وما نجربها، كمان بتجربوا على مسؤوليتي. شوربة الكينوا السوداء بالموزات، واليوم رح نشوفها كيف بتم تحضيرها عبر شاشة تلفزيون لبنان. عنا الدلمة العراقية، الدلمة العراقية اللي هي باذنجان منقول، نقلناهم، جيت أنا وهدى قبل شوي نقلناهم مشان ما نلحوا معنا بالوقت. كوسة، بصل، فلايفلي، وفينا كمان نحط معنا بندورة. حطي صغيرة صغيرة. بلشنا بالشوربة، وعنا كمان تشيز كيك. نحن بنعرف انه نحن بشهر رمضان المبارك وكل الناس معودة على الحلو العربي، ولكن لابد انه كمان فينا ننوع، ما في مشكلة. ايام رمضان من زمان ما كانوا مخترعين بعد الكويسكي كريم ليقدروا يعملوا منا تشيز كيك، ولا كان في البسكويت ديجستيف، منشان هيك كانوا على الحلو العربي. اليوم ما في مانع، وعلى مسؤوليتي انه واحد كمان يكون صايم وياكل تشيز كيك بتغذي مع الكريمه، مع المربى، مع البسكويت، مع الكويس كريم يلي هي كثير منيحه على تشيز كيك. يعني قصدك شاف هذه الجبنه اللي بدنا نعمل فيها؟ مزبوط، بسكربوني منها كويس كريم. نعم يلا بلشتي بالبصل. انا بلشت بالسوب، بالسوب بالبصل. انا هون قبل ما بلش باي شيء لنلحق السوب بدنا نستوي الموزات، ورح نزيحهم شوي. خلص خلص تتفي زيادة. لنستوي الموزات بدي اقطع الموزات البقر او الغنم، كل واحد حسب ما هو بده. غسليهم شوي صغيري، بس مش هلا بنحط، نحط الموزات قبل. منقطع لحمة الموزات صغير، ومنقليها من بعد ما نضيف شوية ثوم وكرات وكرافس. ضفتي الكرات والكرافس؟ نو نو، بدنا نحط نص كمية الثوم. نص كمية الثوم، وين الكرات والكرافس؟ هون هون حده سبا. عم بقول خمنت حدا انخطفهم، ندرج الخطف هي. وبناخذ اتصال. الو، هاي نص الكمية شيخ. الو بونجور. بونجور شيف. بونجورين. يعطيك العافية. الله يعافيك يا وسهلا. شيف أنطوان بدي أسألك، هلا المربى الفريز كيف نعم بيعملوه؟ أو كم كيف العيار تبعه للكيلو؟ كيلو فريز؟ نعم. 750 سكر. طب وكيف طريقته؟ تحطهم فوق بعضهم، تحطهم على النار قديه تغلي؟ قبل ما تحطيهم فوق بعضهم بتجيبي سكين وبتنزلي تحت الورقة بشوي. لورقة الفريز تحت الورقة، لأنه هونيك بيتحشى الرمل والتراب. لا غسلتهم ونظفتهم وقطعتهم. أوكي، بلك نضيف السكر عليهم. نعم نعم. تركيهم ساعتين. نعم. ببقوا ميتهم. نعم. حطيهم على النار. نعم. تغليهم ساعة. ساعة. آخر شيء ملعقة عصير حامض وبتشليهم. Thank you، يعطيك ألف عافية. تاكليهم بالهنا. تكرمي، أهلا وسهلا فيكي. انا عم اقطع اللحمه الموزات يلي هي كل شيء بده وقت بالاول بنسوي ورا هيدي. يحبلش دغري بتشيز كيك كمان، لانه بدنا البسكويت سقع شوي بالبراد والكريمه كمان. بناخذ اتصال. الو الو الو. بونجور. بونجور. بونجورين يا اهلا وسهلا حبيب القلب. بدي احكيك شيف انطوان. شيف انطوان معنا؟ شيف انطوان معك بلحمه ودمه. الله يخليك يا رب. تسلمي. امبارح قلت انت على شو اسمها هيدي
لك ماشي بدي اتعلمها انا، ما حضرتهاش هيك على الاخر وما عرفت المحتويات اللي قالها. تكرم عيونك. ايه حبيب القلب، لو سمحت اذا في مجال انا زينب من البقاع. اهلا وسهلا فيك وكل اهل البقاع. لو سمحت انه تعيدها. تكرمي. اذا معك مجال. بخاطرك. يلا الله يخليك يا رب. تسلمي. اذا صعبين عليك هدى هلاني بالمدقه من دقهم بسكويت، ايه من دقهم المدقه ضمن كيس نايلون او ورقه نايلون وبنعلمهم للمشاهدين كيف. الكنافه اول شيء بدنا الجبنه نحليها، فيك تستعملي جبنه عكاوي وجي فيك جبنه مجدوري نص بنص، انا حستعمل عكاوي اليوم. بتجيبي نص كيلو جبنة بتقطعيهم شرحات وبتنقعيهم بالماء بتغسليهم ثلاث مرات ماء كلها نظيفة بتستعملها، وبعدين تنقعيهم بالماء لمدة 8 ساعات وكل ساعة بتغيري الماء بتشطفيهم وترجع بتحطيهم عم بجديد. يلا هاللحمة هون شوربة الكينوا مع الموزة. ركبنا اللحمة لنشتغل بغرشة البسكوي. بنحط الجيلاتين بقلبه. هزيهم شوي صغير بملعقة هاد يعني المعروف. هلا بنحط بس رح يدوبوا بلا ماي بلا نار؟ يدوبوا يدوبوا بلا نار؟ بلا نار بالاول بدهم بلا نار بعدين بنحطهم على القالب. ساوي البسكوي بهالشكل على القالب. ونحط القالب بالبراد. خلي تسقع البسكوي. ممكن شوفوا عم يعملوا دابوا بدون مي بدون سوري نار. ايه لان كان حمت شوي الكسرولة انحطيت طفينا. ضل ماشي. يلا هلا بدي اخفق الكريمه. حطي لي شوي شوي السكر مش كلهم بس نجيب شريط. بهالشكل هلا اصولا على مكنه بس بيمشي الحال هاي. فوق الكريمه بالذات فوق الكريمه كريم لازم تكون مسقعة، وأحلى إذا بنحط كمان تحت الوعي، وعي يكون أكبر من الوعي اللي عم نشتغل فيه، تعالج مع شوية ماي وملح خشن، بسقع أكثر وبتشد معنا أكثر. وبناخذ اتصال. الو 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 بونجور
الو بونسوار، كيفك شيف؟ ماشي الحال، يا اهلا وسهلا. اهلا فيك. بليز عندي سؤالين بس بدي اياهم. اول شيء الباميه فيني اطبخها من دون ما اقليها هي والبازيلا، ولا لازم اقليهم قبل ما اطبخها، يعني قبل ما احط الصلصه؟ ضروري بلا قلي، احسن بلا قلي. احسن بلا قلي. نعم. بليز وبدك تعلمني طريقه القشطه. القشطه تكرم عيوني. ما معروف. ميرسي لك، كلك بخاطرك. ميرسي. لتر حليب تحطي له 300 جرام حليب بودرة، كباية كريمة، نص كباية سكر، خمس ست قطع لب خبز فرنجي أو باندومي. هلا حطي لي إياها على النار شوي، دوري النار. نشاء الذرة 4 ملاعق كبار، حطيهم كلهم على النار واغليهم، وبعدين بتحطي لقلهم المظاهر وموارد اليمامة، بتشيليهم تسكبيهم، كل شوي بتحركيهم وبيمشي الحال. هاي الكريمة يعني شاف. هلا السكر اللي جمدها شوي ولا والخفق شو صار ساعة؟ هاي ما قدرتيها الخفق اللي عم تسويه، ما قدرتي له نوقع بسيطة. لحظة يعني لحظة، الخفق مع السكر. اوكي، إذا بلا سكر وخفقت كمان بيمشي الحال. ايه اوكي، يعني هذا بصير الدايت، تشيز كيك دايت. طيب والخفق يعني ضروري يكون على الإيد يعني؟ نعم. بالبيت إذا خفقناها على الماشين ما بيمشي الحال؟ ضروري. بلا. هلا هيدي منجيب الكويس كريم. شو بنا اليوم؟ معلش حدا نداعي علينا. ريلاكس. شاف هيدي شو بدك تعمل فيها؟ ايه؟ شو بدك تعمل فيها لل منشيلها؟ بهولي. نعم. الجيلاتين، جبنة كويس كريم، موتزاريلا، لا هيدي لا، مسكربوني. منشيبها بهالشكل، مننزلها. احسن. هلا بدعكة لهالجبنه، اكرمي وحطي لي فوق منها الجيلاتين. جيلاتين. هلا شايف هالجبنه بتتاكل لحالها؟ بدك اها عشوف زينه. تفضل. يا عشو عم تعزمني؟ تفضل. كثير طيبه لك، شوفي على كل على طست شو طيبه. كل الكميه، كل الكميه. شو هالقد كتار؟ يلا بنضيف الجيلاتين عليها، والجيلاتين قلنا مشان بس نقطعها تطلع شده على بعضها احسن. هلا فينا نعمل شيء بديل عن الجيلاتين شايف؟ نرجع نزدي لي الكريبه شوي شوي. اوكي يلا. سمعت لي سؤالي؟ لا. فينا نعمل شيء بديل عن الجيلاتين؟ ولا شيء، ما بنحط جيلاتين وخلص. بس هي هلا نزدي بنصير نحرك الجبنه من بعد ما دعكناها مع الجيلاتين، بصير الكريمه شوي شوي ننزلها عليها نخفقها معها. يعطيك العافية. خلص؟ خلص. هاي ظهر البيعة. هاي ظهر البيعة، زولة البيعة. نخفقهم مع بعضهم، برجع. من بعد ما خفقنا جبنة المسكربوني من كويس كريم، بجيب قالب مع الكريمة. ايه شايف جيب لي معك بليز الصوص طومات للسوب. يلا. الهون بدي اياها. تفضل. هاي القنينة استعملناها من اول امبارح، فينا نحطها بالبراد بتعدي 3 ايام واربع ايام. رح نحطها كلها هلا؟ لا نصها. نصها؟ زيادة بزيادة نص، انا مسؤول. يا بيض نصها.
منضيف جبنة المسكربوني من الكويس كريم مع الكريمة الخفقتة والسكر مع الجيلاتين على قلبنا. اوك رح نملح بالبنينة. ملحي بالبنينة مشان ما يطلع الضغط. اوكي بدنا نحط هون بهار ابيض. هي لازم اقل شيء بالبراد بدها العجينه ساعه، نحن حطيناها 10 دقائق بعد ما شدت، مشان هيك بدي اشتغل عمالي مشان ما يطلع البسكوي على الوجه، ولهلا بدي يجي عليها مربى التوت او مربى الفريز. ايه بس بهالحاله ما في حدا يقول تشيز كيك دايت. ايه هلا فيهم يا استعملوا الكريمه الدايت بتخف شوي. اوكي شايف الكينوا هلا بنحطها؟ لا بدي تستوي اللحمة. اه صارت. ايه بدي تستوي اللحمة. صارت منيحة. انا دراسي مش كتير قوية لهلا بدي اكل منها. طبيعنا. ايه بس مو كتير. كينوا بدها 20 دقيقة بس اللحمة بدها أكثر. بدك هلا بجيب سباتولا. هيدا يمشي كله يمشي. هلا بس بنشيلها بسكين نعمل على الداير قبل ما نشيله لانه الجيلاتين على البراد بيلزق. قدي لي اياها شوي لأنا بعد فيني تفهم نضيف ونطلع جالس وبناخذ اتصال. الو الو يا على البراد لازم كمان بده بالبراد ساعتين قبل ما نضيف عليه المربى التوت او العلايق او الفريز. اوكي شيف هلا بدنا نرجع للشغل الثاني. هلا بنبلش بالمحشي. يا واعي الخضره كلها منقوره مغسله من على الفلايفلي. مش مغسله مغسلة بس مش منقورة والبصل مقشر مش منقور. يلا حطي اللحمة هون. اوكي الثوم دول ما بدها ثوم. في بصل كمان بعد لازم يكون عندك شيف عندك كمان بناخذ اتصال. بصل الو بونجور شيف. بونجورين رز منيح معك شربل زميان عم بحكيك من طرابلس. يا اهلا وسهلا فيك خيي شربل. تسلم لي شيف بدي اعجبك عندي سؤالين بخاطرك. اذا في مجال تمرق لنا روسيت جاتو يكون للدايت. نعم. وزائد هلا سؤالي المهم اللي بدي اعرف جوابه منك هلا الكوسه بيتفرز وكيف طريقه تفريزه؟ نعم بيتفرز الكوسه بيتفرز الكوسة إما محشي ومطبوخ أقل شيء 20 دقيقة حطين كله أو مثل ما هو منقور هيك بنحطه بكيس وبنفرزه لشهر ونص أو إذا بدنا مدي أكتر بننزله بالمي المغلية 3 دقايق يغلي بنشيله بنسقه فورا تحت المي الباردة بعدين بنوقفه هيك بالنصفية لينزل المي منه شو ساعة ونص بعدين بنحط كل أكلي بكيس وبنفرزهم. والأفضل الأفضل تصفهم بصواني وتفرزهم ساعتين ترجع تشيلهم وتعبيهم بكيس تستعملهم. يلا بدك نخلطهم قبل الخلط حطي لي شقفة زبدة. أنا رح أشتغل بالبصل لأستعمل نقر البصل من عندي. شوف
يلا ايه وين بدك اياها؟ الزبده بالطنجره الكبيره. بناخذ اتصال. الو. لا ما فينا نحن فينا. الو الو مدام، عم بسمعك على الهوا انت مدام، معك تلفزيون لبنان الشيف انطوان. الو الو كيفك شيف؟ منيح، انت كيفك؟ الحمد لله بخير. مين بتول؟ ايه بس ما كنت عم تسمعني قبل. بلا عم بسمعك انت يا بتول، انت مش عم تسمعيني، كيف احوالك؟ الحمد لله بخير. منيحة؟ انا سمعتك عم تقول الو الو. ايه ما بيأثر ما بيأثر. مش الحال. ماشي الحال، كتر خير الله. شو بدي ساعدك يا بتول؟ شيف معكرونة بخضرة بدي طريقة كثير طيبة. معكرونة بالخضرة طيبة بدك اياها. وكمان شيف لو سمحت كذا مرة طالب منك صلصة الكبسة، كمان رح تشرح لي مرة ثانية. صلصة الكبسة اللي بدك اياها تبع اللحمة أو الدجاج؟ ما أنت أصلا شرحتها لنور بس نسيتها، بدي الصلصة نسيتها لنور، نور أختك. ايه صح. هلا عم بحكي معك بتول أنت. ايه نفس الشيء طلبت لأم الصلصة الكبسة. يلا معك حق، تكرم عيني. سلمين عليا لنور. وصل وصل. ومريم طبعا. اسمع حلو. يلا دوري النار. ايه داير داير. حطي التوميت هاو. اوكي. كمان ناخد اتصال. الو. بونسوارين. كيفك؟ منيح. سلمت من دراستك يا شيف. شفتي معك حق. معك رشال من الشمال. اهلا وسهلا فيك يا رشال. شيف بدنا نسألك، في عنا بيض من عيدة تبع العيد بيزينوا فيه، بدنا نعملهم بسكويت وشوكولا. تأكدتي انه بعدهم مليح؟ ايه مليح. مليح اوكي. بتجيبي بسكويت قديش عندك شوكولا؟ والله عنا شوي، عنا يعني مليح. هلا كلمة ملاح فين يطلعوا؟ اي ملاح، نص كيلو ملاح، 2 كيلو ملاح. حتى قريب انت قلنا كيف الانجريديان بدنا نحطهم. طيب ونحن بنعمله. بتجيبي علبة بسكوي. نعم. تبع 3 خمسات. اوكي. كاملة، اوكي؟ اوكي. وتضيفي عليها ملعقتين كبار كاكاو، اعطيني اعطيني اياها. نص كيلو شوكولا دايب. نعم. وباكي زبدة صغيرة. بدنا نحط لهم زبدة. اكيد. مش اوكي. وبنرجع بنغلي بنحطهم. طيب برضه بنحطهم بغلي بالفريزر؟ لا لا، شو بده يبردوا؟ بتحركيهم هن بيكونوا فتروا لانه البسكويت مسقع. نعم. ايه بتحطيهم بالبراد او بالفريزر؟ بنحط الكاكاو فوق الشوكولات دايب. نعم. ماشي شيف. الافضل اذا بتحطيهم بقالي بتحطي شويه ورق زبده على داير القالب مشان بس يطلعوا معك، يطلعوا بسرعه ما يعذبوك لتشيليهم. اوكي ماشي شيف. تكرم عينك. لا نشرح لبتول الكبسي واختها نور الصوص تبع الكبسي. يلا هلا هون خلينا اخلط هاولي قبل، اعطيني شويه مي عادية هاولي مع بعضهم، بدعكن هيك. حطي لي الباقي البصل. يلا وقوي النار. قوي مش شايفه. ندعكن مع بعضهم كمان بعد ماي. منجيب علبة بندورة مطلي الكاملة، الحبة الكاملة الصغيرة، وبنزلها فوقهم. كمان بخفقها معهم. بدك بدنا شوية مي بعد. هيدي للدولمة الأكل العراقية، منهم بحطوا 7 بهارات. منا غلط بهالأكلة. أنا حطيت بهار أسود حلو قرفي نعمي، ما بحب التأجيل. منبلش نحشي أول شي البتنجان لأنه أسقى بهالشكل. منتوقف مع محطة إعلانية ومنتابع حلقتنا عبر شاشة التلفزيون لبنان. منتابع حلقتنا عبر شاشة التلفزيون لبنان. أنا بعدني عم بحشي الدولمة. هدى حطت شوي قليل من الماء مع قلية البصل من بعد ما قلينا البصل بشقفة زبدة والثوم.
عم نحط الباذنجان بالكعب اللي هو اكثر شيء بده وقت. بس كيف كنا ما نحط طحين بال يلا حطي ملعقه طحين وحده. يلا طحين ما نحطه، في ناس ما بيحطوا مش ضروري، بس انا بفضل لانه بعلمكم على الاصول، لانه لتطلع بلا ما تطلع سايطه الصوص تطلع شوي معقده. لو مستعملين بندورة المطي طيبة كتير وطازة هي معها، بس أفضل إنه نحط ملعقة طحين تطلع الصلصة مخترة. أنا مثلا بحب الكوسة هاي أكلها بالخبزة، بالخبزة بتصير طيبة مع الصوص بتكون شوي سميكة. والحشوة اللي فيها بندورة كاملة استعملناها من مطي كتير بتعطيها نكهة للحشوة، البندورة طبيعية 100%. افتحي علبة البندورة من مطي اللي هي بندورة طازة هاي العصير، ونحطها معها دغري للأكلة ولا منغطيها. نفتحها للعلبة ودغري منحطها معها، تعطي نكهة كتير طيبة للدولمة. مننزلها كلها 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 على الأكل، حطيها نتفة صغيرة ماء وحطيها، نخلي كل استعمال العصير من مطي نستعمله. وبناخد اتصال. الو طوان، انا بالنسبه لسالتك عم ربى الفريز الفيتي. نعم. 750 جرام الكيلو. نعم. يعني انا عندي 2 كيلو، يعني كيلو ونص. بدي كيلو ونص، وبحط بحط السكر وبغريهم دغري. يا عيوني بدهم ساعتين مع بعضهم اقل شيء. ايه وبعدين بتتركيهم ساعتين، بعدين تغليهم على النار ببقوا ميتهم، تحطين على النار تغليهم ساعه، بتحطينهم ملعقتين عصير حامض وبتشيلينهم دغري عن النار. قد ايه بغليهم شيف؟ ساعة. ساعة، اوكي، ثانك يو. يعني بخاطر عيونك، بخاطرك. كمان بناخد اتصال. الو. مرحبا شيف انطوان. مرحبتين، اهلا وسهلا فيك. اذا بتريد بدي اسالك، انا محشي الكوسة بالرز واللحمة، ما بيزبط معي الرز ابدا ابدا ابدا. بنزبطه. انا عم بطلب نجدة منك. بس بدي اعرف كيف بدي، يعني عم يطلع ملبد ومرصوص هيك. ملبد لانه عم تحشيه كثير. والله ما بحشيه كثير. بتقولي بدك تغشي، ما تقولي لي مكتري رز. انا ايش بتحطي لوقيه اللحمه 200 جرام لحمه رز؟ شي نص كبايه، ثلاث ارباع الكبايه. نعم، ثلاث ارباع الكبايه. ثلاث ارباع الكبايه، شفتي؟ يعني حاطه قد بعضهم تقريبا. بدك لكل وقيه لحمه 50 جرام رز. فنجان قهوه بس. وبيطلع مهرهر. بيطلع مهرهر. وشرط انه ما تحطيه وتضلك تعمليله هيك تشديه على الاخر. لا لا، شان ينزل بالسوري هيك. ورخيه بالماي، بس رخيه بالماي او بالبندوره مثل ما عملت انا. هلا من مطي بصير يساعد على الحشي وما بيلبس كثير على بعضه. اوكي، هذه بنجربها هلا بكره. جربيها وشوفي. مشكور حسن. بخاطرك عيوني. نشرح لباتول الصوص. صلصة الكبسه، اللحمة اللي بنكون مستعملينها أو الدجاج بنحط بوعي، قطعة زبدة بحط معها قطعة طحين، شوية طحين، ملعقتين طحين، بحركهم على نار هادية يا بتول أو نور، بنصير نحركهم ليصير لون الطحين مع الزبدة لون بني. بتحطي عليها بهارات كبسة، ملح، بهار أسود حلو، فيك تستعملي ملح بنينة مشان ما يطلع الضغط. وبعدين بتصير تضيفي شوي شوي اما من مية اللحمة او من مية الدجاج حسب ان تكوني مسوية نوع الكبسة. خلص ترجعي
بعدين بدنا نحط شيف بالجرام. افتحيها ما هي مضغوطه. هي ما بيأثر. خذي السكين. افتحيها شوي كباية تقريبا. بس تفتحيها مثل الفاكيوم تبعها شفت شو حلوة؟ هالكينوا السوداء. كباية. نزلي نزلي نزلي. ما صارش كباية بعدت خلص هي هي. برافو. الكينوا السوداء من بنينا بتجنن. نعملها شوربة. وبالشهر الفضيل بشهر رمضان المبارك كثير طيبة ومغذية مع الموزات. صرنا نضيف بيت اللحم يا بتول او نور شوي 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 ليصير عندي صلصه ناعمه. ضبطي لها ملحه وهي بتستعمليها صوص ان كان لكبسه الدجاج او لكبسه اللحمه. تكرم عينك واهلا وسهلا فيكي ورمضان كريم. يلا دي هاي معه وبناخذ اتصال. الو 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 بونجور. بونجور يعطيك العافيه سيف انطوان. الله يعافيكي اهلا وسهلا. كيفك؟ شو الطبخات الحلوين هولي؟ صحة وهنا صحة وهنا عيونك الحلوين. تسلم الله يخلي لنا اياك يا رب. تسلم. شيف انطوان عندي سؤال. حاطة خل عنب حطيتهم من الستة هلا بدي زيت بدي اعصرهم لقيتهم حلوين شو بعمل؟ ما فيك تعملي شيء. ضرب ضرب والهرب هرب بتعرفي هالمثل؟ طبعا. ايه بس ما تكبيهم. ايه شو شيليهم صفيهم على مهلك بدون ما يتعوكروا. ايه حطيهم بالشمس. وبتستعمليهم مع الخل بيطلعوا كتير طيبين. يعني ضيفي خل جيبي خل من السوق شوي قوي حد خلطيهم شوي مع بعضهم واستعمليهم مغذيين وكتير مليح. طيب ميرسي شيف انطوان. او استعمليهم باكلات بنحط معها شوية سكر للسلطة يمشي الحال كمان. طيب في عندي خل تفاح من سنة الماضية فيني اضربهم فيهم؟ ايه بس ما تنزعي اثنين انتبهي شو عم قلي. لا ما بدي انزعهم. ايه اسمع جربي هيك مثل ما عم قلي. حطي نص تفاح نص من هي الخل بقنيني واستعمليهم مع السلطات مع الملوخيه مع الاشياء. اذا لقيتيهم مليح خلص كل شوي خلطيهم مع بعضهم ومشي الحال. ميرسي سيف انطوان. تكرم عيونك اهلا وسهلا فيكي. باي باي, باي. يلا غطين ليون اعطيكي طنجره كبيره غطا كبير. يلا هاي الدولمه قوي النار خليه يغلو. هون خلصنا وبناخذ اتصال. الو مرحبا. مرحبتين كيفك؟ كيف ماشي الحال؟ يا اهلا وسهلا ناصر. يا اهلا وسهلا فيك حبيبي. بدي اعزب خاطرك بيك يخنه الكمع مول معروف. يخنه الكمع اذا بتريد. يلا بخاطرك اكيد كما سمرة عندك. ايوه يلا بخاطرك. شكرا لك. تكرم عيونك. الكمة منجيبها منغسلها ومننقعها بالماء 3 ساعات ونص 4 ساعات منقشرها. هلا في ناس ما بيقشروها ما بيأثر بس بدها تكون نظفت مزبوط. وجيبوا قولوا هيك قال الشيف انطوان في فرشاية مننظف فيها المجلى. جيبوها علموها من تفت اكلادور وخلوها هاي الفرشاية للبطاطا للشمندر للكما لهالشغلات هيدي. من بعدها صار فيكي تقريبا او نوصنا النار. بعدين بتقطع الكما قطع في منهم بيقلوها زيت شوي حامي. بعدين بتقلي بصلي مع شقفة زبدة ثوم لحمة بتحطها اما شقف او مفرومة خشن بتقليها من بعد ما تتقلى. بتضيف معها كزبرة خضرة باقة بستعمل معها الضلوع والورق أطيب. بعدين بتضيف الكمع عليهم إذا كانت اللحمة مفرومة خشن. أما إذا كانت اللحمة راس عصفور تنطر لتستوي اللحمة تقريبا 3 أرباع النضج. بعدين بتسقط الكمع فوق منهم بتضيف لها شوية بندورة متي من هاي نص قنينة ملح بهار اسود حلو وبتتركها لتنضج مع بعضها حوالي 25 دقيقة تعمل حد منها رز بشعيرية ومنقول لك الف صحتين. يلا كمان بناخذ اتصال. الو
الو الو بونجور. الله معك شيف انطوان. الله يحفظك. كيفك؟ منيح، انت كيفك؟ والحمد لله. معنا شيء حميد حوايك معك، بدي احكي كلمه يمكن ما تكون مضبوطه. عم يصبل بدل علب البندوره بندوره بلديه. نعم نعم. هلا بدنا نجيب بندوره بلديه؟ بعد ما في والله هلا في تحت الخيم مثل الدنيا البندوره. هودي تحت النايلون، مع احترامي لحضرتك. بدك تنطر شهر اخر تموز وتبلش تاكل، او نص تموز وتبلش تاكل بندوره جبليه وطيبه. وانا معك او تحت النايلون. تمسك راس البندوره بتقصه نصه فاضي، بتحسه من برا مثل البلاستيك. اي مضبوط. بس انت انا تشوف انه بدل ما ناكل اجنبي بناكل وطني. هلا بتاكل اجنبي وقت بنكون نحن تحت النايلون. نعم. وبس يصير البلدي بتاكل البلدي. نعم نعم. سلمها، ميرسي. بخاطر عيونك، يا اهلا وسهلا فيك. بس نضيف شوية ماي هون ومناخد اتصال. ألو ألو، مرحبا. مرحبتين، يعطيك العافية. الله يعافيكي. بدي وضح شغلي بالنسبة للمدام اللي اتصلت بالليل خال. نعم. إذا بعد عند هني يعني بعد ما شلتهم من العنب والعرميش وهي، خليه بعد شهر بيعطوا طعمي أحلى وبعد بكير عليهم. مدام يعني ما بعرف، هيدا توضيح. سؤال، أنا جوابي لإليك. الخل بده ماكسيمو 6 أشهر. وقت حطتهم بتشرين الماضي، يعني العنب يقطفوه بأيلول. إيه؟ حطتهم بأيلول، نحن اليوم صار قاطع عليهم حوالي 8 أشهر. بس يقطع عليهم 8 أشهر، ضرب ضرب والهرب هرب، رجع بيقول لي كلمتين، يعني ما عادش يتحسنوا خلص. هلا لو قبل، لو بشباط طلت عليهم هي او قدار وشفتهم هيك، فيها تحط معهم شقفة خبز فرنجي، كانت بتساعد ساعتها. او اذا عندها غير خل، عملوا قرص وخللوا مزبوط، تنقل هالقرص من هيديك الوعي لهيدا الوعي، كمان بيتحسنوا. بس هلا مثل ما هن، لو بتتركيهم 3 سنين هودي هن. اوكي مدام؟ يعني هلا حلوين، يعني عاطين نبيد مش خير. هلا برافو عليكي، عاطين لنبيد بس شرعي، ما صاروا نبيد، فينا نستعملهم عادي. بس يعني لانه نبيد ولانه نخل. ايه عاطين حلو، لانه من الاساس نبيد العنب تبعهم هو حلو كان شوي. او غسلتهم المدام، سينا نسالها، اذا غسلتهم للعنب قبل ما استعملتهم للخل ما بيزبط. هو بيعملوا هيك. ما بعرف انا بالنسبه يعني لخبرتنا نحن بنعمل خل وهيك، يعني تتركهم بعد شهر اذا مش عايزتهم بحواشهم يعني. طيب انا بوجهها للمدام يلي اتصلت فينا للخل، واكيد بعدها عم تحضر لنا بناء على طلبك. اسم الكريم؟ اسمي راغدة مؤمن. ست غادة، بناء على طلب الست غادة بتقلي تركيهم بعد شهر. راغدة تركيهم بعد شهر ورجعي، بيكونوا بركي احسن ان شاء الله خير. تكرم عينك ست راغدة. من حسب العلوم يعني اذا كان بالجبل بتنشر اكثر. لا الخل مزبوط 3 أشهر بيخلل، حتى لو بالجبل. لو حتى لو بالجبل، بس نحن عم نحكي صرنا 8 أشهر هلا. ما يعني كثير. خل التفاح بده 6-7 أشهر لثمانية. خل العنب 3 أشهر يكفيه. إذا كان مزبوط فيهم أكلهم زرائط، أكلهم نحل، هن شوي معفنين، حاضرين. لازم يكون حاضرين مهيئين. إيه بده يكون مهيئين. هلا تشيز كيك. منجيب تشيز كيك، منجيب سكين، ومنعمل هيك. بس برجع بقول بده 3 ساعات بقلب البراد ليسقع مزبوط. راح اشوف المقادير عبر شاشة تلفزيون لبنان. Thank you.
تشيز كيك شلته بس عم برجع حطه بالبراد ليسقى بعد اكثر. رفيقي حط عليه الفرامبواز او مربى الفريز. نغليون هاي الشوربه. بس ما شفتش كيف طالعه. انا بحب اتفرج على منظرها هالكينوا طيبه من بنينا. ليك شو حلوه مع اللحم كما وزيت بتشه. اوكي هلا كمان فيها هاي البنينه السوداء الكينوا فينا نسلقها ونستعملها مع السلطه. يلا هون عم بغلي للمربى. شو صار هون؟ فينا انتبهوا اذا بنخلي تشيز كيك لتاني نهار اذا عندكم مناسبه وبدكم تحضروا شيء قبل بوقت لتاني نهار. كمان بنحط مع المربى ورقتين من الجيلاتين بنحطها معها. هلا الجيلاتين شو قصدك انه بت الجيلاتين بتمنع تشقق ونشاف وجه المربى. اوكي فينا نجيب الدولمه؟ بدنا نتفرع خلي يستوي البصل انا بحب البصل مستوي. يلا من بعد ما اشيلهم عن النار بحركهم لكمان يخف عنهم الهبلي. ليه؟ لانه التشيز كيك ما قعد 3 ساعات بالفرن بالبراد لسقع بعده شوي طري منشان بس حط عليه المربى ما يكون كثير سخن عليه ويعطيه تشليقه بصير يشلق. اليوم تعودنا على التشليق هيك عم هبله. واذا مستعجل شوف شو بعمل علمكم على طرق كثير حلوه وبيتيه. بتجيبوا صينيه حطوا فيها مي اذا بدكم نص جرور ثلج ومنحط هالمربى عليها. ده العملية حطوا نص جرور ثلج كمان معها بتسقع بسرعة. وهي العملية كتير منيحة للي عم بيساوي بوزة عندهم مكانات بوزة كمان عم بيساوي بوزة هيك ببردوها. كيف الدولمة؟ أخذتها معي خليها تسقع نشلك اياها عن النار. الله شو الريحة شالت عن النار وعم تغلي بعد. هاي الدولمة ايه ايه متل ما هي متل ما هي ما بيأثر بحبوا الشكل هاي. وهيدي ملعقة إذا بدك طريتي شوية زوم شيلي بالملعقة بس إذا بدك شوية زوم بعدين. بردت بشيل الماي خلص الشرح تبعه النور و ايه طبعا نورة من ليلة الصوص اختبتولي. فيكن كمان يلي بالجبل في علايق فينا كمان نستعمل العلايق عليه للتشيز كيك. يلا حط شوي
بسرعة. اه ما في وقت بقى. صرنا عامل مشهلين. هيدي هيك. خلص خلينا هيك يلا. بدك مع البتنجان هون هو البتنجان تزعليش. انا عامله هيك كوسه هيك بتنجان. اه اوكي. وهزوم وخلص. وهو اثنين كوسيات من حد البصلات. ايه في وحده خايفة هون. يلا. شو هالصلصة المت اللي عطتت لون حلو. هي بدنا اياها لنحط التشيز كيك معي. هيك بيقولوا. قدمي يلا عندك. يلا نجيب التشيز كيك من البراد. برجع بقول بده 3 ساعات يعني نحن عم نشتغل بخمسين دقيقة. بدك بالملعقة حط بهالشكل. حلقتنا لليوم انتهت. يلي سوينا تشيز كيك من المسكربوني مرسي شاف. وهي بعد مشان هيك اذا بتلاحظوا ما كتلنا السكر نحن 5 ملاعق والبسكوي هي مثل ما هي. خليك حبيبتي. كان عندنا اليوم مرسي هدى على معاونتك على الاطباق الطيبه. كان عندنا شوربة الكينوا مع الموزات. استعملنا هالكينوا السوداء يلي هي من بنينا موجودة بالسوبر ماركت. كمان حطينا معها كمان بندورة مطي يلي كانت قبل بالنهار استعملناها بالبراد ورجعنا رجعناها بتهدي بعد معنا لبكرة. يعني فينا نفتحها ونخليها من بعد الفتح 3 أيام بالبراد استعملت. استعملنا الدلمة يلي استعملت بقلب الحشوة بندورة صغيرة من مطي يلي هي وبالصلصة بندورة من عصير البندورة من مطي. كمان استعملنا تشيز كيك هالتشيز كيك الحلو. برجع بقول لو كنا بهالشهر الفضيل شهر رمضان مش اجباري انه على طول يكون حلو عربي. كمان فينا ناكل تشيز كيك لانه بهذيك الايام ما كان في يعرفوا بالتشيز كيك ولا كان في انواع من الكريمه مثل المسكربوني والاشياء هي موجوده. عم نحكي صراحه يعني اليوم شو المشكله. انا فطرت اكلت منها حلوه كمان بتغذي وجسمي. حلقتنا انتهت. بنقول لكم باي باي ونشوفكم بحلقات جديده.